أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج كريدو في سؤال كده جاي بيقول ما معنى الآية اللي قالها السيد المسيح لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فاللي أرسل السؤال هنا بيقول ما معنى هنا كلام السيد المسيح هل بالفعل المسيح جاي عشان هو يخلي السيف هو ينتشر وكده عشان نفهم كلام المسيح القصد بتاعه ايه طبعا لازم ارجع في الاصح كله زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان انا قبل اي حاجه لازم افهم الكلام اللي اللي قاله الشخص مثلا لو هو المسيح اللي قاله فهي في السياق بتاعه كمان بلاقي الانجيل كله فكره ايه او الكتاب كله فكره ايه دي, دي نقطه كمان كمان بنشوف اعمال المسيح آه وافكاره ايه او افكار التلاميذ فيما بعد ايه والحياه بتاعتهم والحياه المسيحيه فيما بعد إيه كانت حياتها عامله ازاي وهل فهمت الكلام زي مثلا ما يبقى فيه لبسة عند البعض في مثلا بخصوص هذه الآية أو لا هنا السيد المسيح لما بيقول هنا ما جيتوا لألقي سلاما بل سيفا هنا الكلام كان في أصحاح عشرة في إنجيل القديس متى الرسول وفي الإصحاح ده كان المسيح أرسل تلاميذه والرسل إلى كانوا بيبشروا في الأماكن المحيطة وابتدى يتكلم معهم يعني وإن ان هو ده هيسبب لهم الم واذى ان كان اذى جسدي او اذى من انواع اخرى فهنا الكلام بيقول لهم ما تخافوش ان انتم هتلاقوا صعوبات بل بالاكثر من كده ان هتلاقي ناس بتسلمكم للملوك والولاه وهتلاقوا مشاكل كتيره قوي بعد كده بيكمل الكلام ويقول ما جئتوا لالقي سلاما بل سيفا هنا بيقصد الكلام انه هذا السيف سيكون سيف الاضطهاد وسيف الالم في وجه من سيقوم بالبشاره بالمسيح وخلاص السيد المسيح. آه طب الكلام ده نفهمه ازاي؟ لو كملنا باقي الكلام في هذا الاصحاح بيلاقي المسيح بيقول هنا ان هو آه ان الانسان آه هيبقى في فرقه او في عداوه مع آه ابيه وكذلك الابنه مع امها والكنه آه مع حماتها. وده ليه الكلام؟ عشان ممكن هنلاقي اسره كانت يهوديه عاديه او اسره امميه مش من شعب ربنا، وحينما يكرز لها الرسول او تلميذ المسيح او المبشر عموما، من الممكن ان يؤمن احد افراد هذه الاسره، ومن هنا سياتي الاضطهادات او سياتي السيف على الشخص الذي اتبع المسيح او قبل الايمان بالمسيح، وهنا سيظهر الالم وسيظهر كما يقول المسيح اعداء الانسان اهل بيته اي المقصود هنا سيكون هناك خصومه مع هذا الشخص الذي امن بالمسيح فهنا حينما يؤمن الانسان بالمسيح والخلاص والعمل بعمل المسيح ودم المسيح المسفوك عن كل البشر سيكون عداوه مع العادات والتقاليد التي تربى عليها اهل هذا اهل هذا الشخص الذي امن بالمسيح فسيكون هناك عداوات كثيره فهذا كان المقصود ولعل المسيح ايضا يذكر عنه القديس لوقا في في الانجيل الذي كتبه القديس لوقا في الاصحاح 12 فهو المسيح برضو بيقول ان انا جئت لالقي نارا على الارض وماذا اريد لو طرمت يعني ماذا اريد لو اشتعلت وهنا حينما نقرا ايضا الاصحاح نجد المسيح يتكلم عن النار يعني النار هنا بمعناها نار الاضطهاد ستصيب المؤمنين فيما بعد وهو نار حينما يؤمن احد من الناس من اي مكان سيكون هناك نار وهناك اضطهادات للشخص الذي سيؤمن بالسيد المسيح ولكن هنا النار لا لا يشعلها الانسان المسيحي ان كان ي الذي يتكلم عن المسيح أو الذي يعيش في المجتمعات المسيحية ولا الإنسان المسيحي يمسك سيفا لأن حينما قال المسيح في مرة من المرات وهذا كان في وقت الفصح أو في ليلة الفصح وتكلم مع التلاميذ وقال لهم حينما أرسلتكم بيتكلم على الارساليه ان هو ارسلهم يبشروا وقال لهم هل انتم احتجتوا اي حاجه ان كان كيس ولا مزود ولا اي حاجه ولا احذيه ولا اي شيء قالوا له لا فقال لهم فيما بعد اللي هو بعد كده وهو يقصد ان هو بعد صعوده للسماء ان انتم هيبقى عندكم نوع من الجديه بما معناه كده ان لو انتم اعتمدتوا عليا قبل كده وانا موجود وبتيجوا بتتكلموني ففيما بعد هتعتمدوا على انفسكم فقال كده من ليس له ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا، هنا ممكن يظهر للبعض ان ماذا ماذا يقول المسيح نشتري سيفا وماذا نفعل بهذا السيف؟ المسيح هنا لا يقصد بكلمه السيف لمجرد اننا نشتري سيفا لنحارب او نضطهد احد او نجبر احد على اي شيء، لا المقصود في الفكر الانجيل نفسه اللي هو سيف اي سيف الروح سيف الحق سيف كلمة الله ان الانسان يكون مستعد وهنا المسيح كان يعد التلاميذ كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم المسيح كان مثل المدرب السباحة الذي يدرب انسان غير لا يعلم السباحه ففي البدايه بيضع يده تحت الانسان الذي يسبح يعلمه ومن ثم يسحب يده قليلا قليلا ومن ثم يعتمد على نفسه هذا الانسان ويتدرب الى ان يتعلم ويعتمد بالاجتهاد باجتهاده الى ان يصل الى هذه الدرجه التي يستطيع ان يت... ان هو يسبح بها في الماء هكذا المسيح كان يتكلم عن الامور التي ستقابل الرسل فممكن البعض يقول لك لا هو المسيح هنا كان يقصد السيف اولا الكلمه سيف هي كلمه في اليوناني مخيرة وماخيره معناها سكين هي سكين كبير ولم لم تجئ الكلمة ليه هرنفية بمعنى السيف السيف الكبير العريض بتاع الحروب وهنا حينما رد عليه القديس بطرس وقال يا رب هوذا هنا سيفان أي هوذا هنا سكينتان مش سيفان فلما قال له هنا سكينتان فالمسيح قال له كلمة يكفي كلمة يكفي باليوناني هو هيكانون والكلمة دي اللي هي الكلمة الترجمة للكلمة الأرامية أو العبرية المسيح لها ضيير وده كلمة ضيير كان يقولها المعلم اليهودي حينما كان يعلم تلاميذه ويأتي تلميذ بإجابة بها عدم حكمة وجهل وغباء فيقول له داير أي اللي هو كفى فهنا المسيح في حينما خاطبه بطرس وقال يا رب هنا سكينتان فالمسيح قال له كلمة يكفي وهي كان وهنا الكلام مش بمعنى يكفي ان ان السكينتين كافيتين انهما تكفي ولكن الكلام هنا ان انت لم تفهم المعنى الكلام وهنا كان في تطبيق بقى حينما جاء وهذا الكلام قبل ان يجي يهوذا معه هؤلاء الجنود الذين جاءوا من قبل رؤساء الكهنه لكي يقبضوا على المسيح وهنا اخرج بطرس سكين من معه وقطع وقطع اذن عبد رئيس الكهنه الذي يسمى ملخص وهنا قال الرب لبطرس رد سيفك او رد سكينك الى مكانه الذين يأخذون بالسكين او بالسيف بالسيف يهلكون يعني احنا مش طريقتنا كده وهنا يظهر ما قصده السيد المسيح بكلمة سكين التي ترجمت بمعنى بكلمة سيف وهنا لا يقصد لا يقصد المعنى الحرفي الذي ربما يتكلم به أحد أو ربما يقول أن المسيح أمر بالسيف إذا كان أمر بالسيف أو سكين هنا فلماذا قال لبطرس رد سيفك او رد السكين الى مكانه او الى الغمد بتاعه لان الذين يأخذون بسيف اللي بيقتلوا حد بالسيف فبالسيف نفسه بيهلك او بالسكين نفسه بيهلك لان طريقه الانسان اللي بيسفك دم حد فبايد الانسان بيسفك دمه وهذه إيه لم تكن إرادة الله أو سماح الله أو إيه كما أراد لها المسيح، لكن المسيح أوضح قال كده الكأس التي أعطاني الآب لأشربها، وهنا تكلم أن هو جاء لهذه إيه جاء لهذه الساعة وجاء لهذا العمل، بل أكثر من كده إيه أن المسيح حينما حينما كان داخلًا مع تلاميذه إلى قرية أو إلى مدينة من السامريين وهذه المدينه رفضت المسيح وتلاميذه فقال يوحنا نأمر ان تنزل نارا من السماء وتأكل هؤلاء كما فعل ايليا النبي، وهنا المسيح وبخهم على هذا الكلام وقال وقال لهم لستما تعلمان من اي روح انتم انتم مش فاهمين ان, إحنا إن, إحنا إن انا جاي اعمل ايه وان احنا دورنا ايه مع الناس إن ابن الإنسان أو أو المسيح جاء ليخلص أنفس الناس لا ليهلكها، وهنا الكلام واضح أن المسيح غير مرتبط أو غير ملزم بهلاك أحد بل جاء ليخلص، وهو الذي قد قال أن ابن الإنسان قد جاء ليخلص ما قد هلك، يعني جه يخلص حتى اللي هلك وكان في شبه يائس من نفسه في حياة الخطية. فبمجرد ايمانه بالمسيح وقناعته بالمسيح وله ان يقبل المسيح فله بعد ذلك الحياه الابديه. حينما نجد في التاريخ نجد ان الرسل انفسهم الذين الذين كتبوا هذا الكلام عن المسيح نجد انهم ماتوا ببيتات متفرقه ومتعدده. فمنهم من كان يحمل الرعوية أنه كان روماني مثل القديس بولس فمات بحد السيف بعد أن كرز في في بلاد كثيرة جدا ومنهم بطرس الذي مات منكس الرأس على خشبة الصليب وهكذا باقي الرسل الذين حينما نتكلم عنهم مثل القديس ماركوس الرسول هنا في في مصر مات هنا في الاسكندريه في مصر وحينما مات على يد اليهود الوثنيين هنا في الأسكندرية وكل هذا كان بالبشارة لم يأتي حاملا أي شيء غير الإيمان بالشخص المسيح الذي جاء وفدى البشرية وأرجع الإنسان إلى صورته الأولى التي كان عليها قبل السقوط الإنسان الأول لابد أن يعلم الجميع أن المسيحية هي تبروز وصايا المسيح التي قالها احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا لمبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم في النهايه اشكر حضراتكم على حسن مشاهدتكم منتظرين اسئلتكم على ميل البرنامج الموجود على الشاشه وانتظرونا في حلقه جديده من برنامج كريدو